المؤمن في هذه الدنيا له حالات طيبة. قوله يقول الرب جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، حياة الإيمان، حياة الطاعة، حياة القرب من الله. يقول ابن أدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدون عليه بالسيوف. الله، ويروى أنه يغمس الخبزة في الماء ويقول هكذا: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدون عليه بالسيوف. لذة الطاعة، الطاعة لها لذة يا عباد الله. نعم، المؤمن هذه حالته في الدنيا، حالة الطاعة والقرب والإيمان. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. ثم الحالة الأخرى عند الموت، اسمع، يقول رب العزة والجلال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ألا تخافوا ولا تحزن، ملائكة الرحمة تطمنهم وتبشرهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما أمامكم، فقد أحببتم لقاء الله وأحب الله لقاءكم. ألا تخافوا مما أمامكم، القبر روضة من رياض الجنة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من النار. ألا تخافوا مما أمامكم، ماذا يحصل لهم في القبر؟ لأن المؤمن يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. اسمع النتيجة، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ثم يأتيه العمل الصالح، العمل الصالح الذي قضاه في الدنيا، كما سمعتم قول الرب جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الدنيا وفي القبر يأتيه بصورة حسنة ورائحة طيبة وثياب طيبة. يقول: أبشر بالذي يسرك، فيقول: من أنت؟ فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، لا إله إلا الله، نعم الجليس، نعم الأنيس، لا إله إلا الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا على ما خلفتم، لا تحزنوا على ما خلفتم. يقول رب العزة والجلال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما ظنكم بمن تولاه الله؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، من تولاه الله فليبشر بكل خير. يقول رب العزة والجلال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.